السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة الصحة الغذائية. اليوم إن شاء الله سنتعرف على فوائد عشبة النعناع، وهي عشبة معروفة لدى الجميع. سنحاول أن نجيب على السؤالين التاليين: ماذا عن عشبة النعناع؟ ما هي أهم استخدامات النعناع؟ إذن ماذا عن عشبة النعناع؟ اشتهر النعناع أخواتي إخواني برائحته الزكية المعروفة وطعمه الشهي، ويستخدم في العديد من وصفات الطعام، كما يتناوله البعض كمشروب لعلاج بعض الأمراض والاضطرابات في الجسم. ويمكن استخدام النعناع أيضا لعلاج بعض مشاكل الجلد والبشرة نظرا للخواص المميزة التي يتمتع بها. وفيما يلي أخواتي إخواني أهم هذه الاستخدامات، ما هي أهم الاستخدامات النعناع؟ يعرف النعناع أخواتي إخواني بخواصه المضادة للالتهابات، لذلك يمكن استخدام شراب النعناع المنقوع في الماء المغلي لعلاج التهابات الجلد والتخلص من آثار لدغات البعوض والحشرات الأخرى. ويوضع أخواتي إخواني زيت النعناع على الشعر ما بين 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، ويدلك بشكل خفيف ثم يترك لمدة 30 دقيقة قبل الاستحمام، ويساعد ذلك على التخلص من القمل وآفات الفروة الرأسي الأخرى. ويخلط أخواتي إخواني شرب النعناع المنقوع في الماء المغلي مع الشوفان، ويفرك به الجلد إزالة الخلايا الميتة، كما يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من آثار البثور وحب الشباب. وفي الماء المغلي أيضا المضاف إليه أوراق النعناع يمكن وضعه الرجلين، وهذا يساعد على علاج تشققات الكعوب الرجلين ويزيل الروائح الكريهة منها. وتوضع عجينة من أوراق النعناع على مناطق الرؤوس والبطور السوداء، وتترك لمدة 15 دقيقة قبل غسلها بالماء، حيث يعرف أن للنعناع قدرته على التخلص من الرؤوس السوداء. ويساعد حمض الصفصاف أو حمض الساليسيليك الذي يحتوي عليه النعناع في علاج حب الشباب، حيث تصنع عجينة من أوراق النعناع مع ماء الورد الطبيعي، وتوضع على المناطق المصابة لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء، أي أن النعناع أو أوراق النعناع تخلط مع ماء الورد الطبيعي. ويساعد استخدام أوراق النعناع أخواتي إخواني في السيطرة على البشرة الدهنية، كما تحتوي على فيتامين أ الذي يساعد على تجديد البشرة والحفاظ على شبابها ونضارتها. أما زيت النعناع فيعالج حب الشباب كما ذكرت سابقا، لأنه يمنع انسداد مسام البشرة وينعشه. ويمكن أخواتي إخواني تدليك فروة الرأس بزيت النعناع، فهذا يساعد على تسريع عملية نمو الشعر الجديد، كما يساعد زيت النعناع على تقليل الزيوت التي تفرزها فروة الرأس. كما أن أخواتي إخواني زيت النعناع هو أفضل علاج طبيعي للصداع، إذ يكفي أن ترش بضع قطرات من الزيت على معصمك وتقوم باستنشاقه تخلص من الصداع المزعج. ولا ننسى أخواتي إخواني أنه يستخدم النعناع من خلال الغرغرة لعلاج التهاب اللثة والحنجرة، بالإضافة إلى أن شربه يساعد على تجنب الإصابة بقرحة المعدة والحموضة. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.